اليوم تلبية للدعوة اللي وجهتها لنا جمعية محامين الشباب بهيئة بني ملال، كانت حضور ديال مختلف ديال الإطارات المهنية. ربما هذه أول مرة في هذه السلسلة ديال الحركة الاحتجاجية كيتم التوحيد ديال الإطارات المهنية، وكنقصدوا الإطارات فيدرالية المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين المغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب. طبعا الظرفية والأسباب ديال هذه الوقفة جات بناء على يعني المنع اللي لا زال مستمرا بهيئة المحامين بني ملال، ويطالبونهم بالإدلاء بالجواز الصحي لحد الآن من طرف الشرطة وأعوان أو لحراس الأمن بالمحكمة، رغم أنه تم الاتفاق مسبقا على أن الأمور ديال الولوج ديال المحاكم ستدبر من طرف مجلس الهيئات، وهذا ما يقع بالنسبة لباقي الهيئات. هناك بعض الأمور التي لا نعلم أسبابها لحد الآن، ولا ندري لماذا هذا الاحتقان وهذا يعني الطريقة في التعامل مع المحامون ديال بني ملال بالضبط، دائرة استئنافية طبعا كنهضروا، الذين يمنعون لحد الساعة. تمت مجموعة من اللقاءات، ما عندناش معلومات مضبوطة على الكولسة والخلفيات ديال هذا الشيء، ولكن هذه الوقفة هي أكبر دليل على أنه لا زلنا نمنع. وأنتم تصورون وجدتم أن باب المحكمة معسكر بصفة عامة. أكيد نحن نرفض هذه الطريقة التعامل مع المحامون، خاصة بأنهم لهم أدوار حقوقية ودفاعية داخل المحاكم. ما نؤكد عليه وسنؤكد عليه إلى حين يعني رفع الدورية، هو أننا نرفض أن يعتبر جواز الصحي شرطا أساسيا للدخول لمرافق العدالة. راه لا يعقل لحد الآن على أنه نقيد الولوج ديال المتقاضين والمحامون لدخول لواحد المرفق اللي كنعتبروه أنه مرفق حيوي، مرفق القضاء كمرفق الصحة كمرفق الأمن. راه لا يعقل على أن متهم يمنع من الولوج فقط لأنه ليس له جواز صحي وتصدر أحكام غيابية عليه، شاهد لا يلج إلى المحاكم من أجل إجلاء شهادته، ربما تبرئ متهمين لمجرد أنه ليس له جواز صحي. ولا يعقل أن يمنع المحامي ليدافع عن هذا المتهم فقط لأنه ليس له جواز صحي. إذا نحن بصوت واحد الجميع يقول لا للجواز الصحي. الوقفة ليس سببها فقط جواز صحي، ولكن فيدرالية محامي الشباب المغرب أعلنت على مجموعة ديال الحركات الاحتجاجية. كانت هناك وقفة وطنية مبرمجة سابقا في 14 يناير من هذا الشهر في الرباط، تم نقلها إلى هذا يعني بني ملال من أجل يعني أن نكون مع إخواننا وزميلاتنا وزملائنا بهيئة ملال.